وقصد تأطير هذه العملية يدعو وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب خلية بلدية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس كوفيد-19 وتسييرها، إذ يجب أن يتم تنسيق نشاط خلايا هذه الأزمة على المستوى البلدي من طرف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين حسب الحالة، في حين ينبغي أن يتم وضع نموذج للمتابعة على مستوى الخلايا الولائية المخصصة لذلك. أما فيما يخص التعبئة الوطنية منقطعة النظير، فإنه يتعين على الولاة أن يحافظوا أيضا على تعبئة كل الموارد البشرية المحلية النافعة في هذه الظروف وتأطير العمل التطوعي من أجل تذليل آثار الأزمة على المواطن، إذ يتعلق الأمر خصوصا بتعبئة جميع رجال الإنقاذ من المتطوعين، لا سيما منهم أولئك المكونين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، وكذا سلك المعلمين الذين يتواجدون في الظرف في فترة توقف عن النشاط والعمل طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية على وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسة المحلية للصحة العمومية.